Hello, my junior five students. I'm Mrs. Myrna. This is my channel, Science in a Nutshell. النهاردة هنبدأ مع بعض concept 2 واللي هو بيتكلم على energy flow in an ecosystem. يعني ايه؟ يعني تدفق الطاقة في الecosystem. طيب يعني ايه ميز تدفق الطاقة؟ يعني ازاي بتتنقل من one living organism to another living organism. وهنشوف ده مع بعض دلوقتي. أول حاجة محتاج أعرفها هو تعريف الإيكو سيستم. أنتوا من قبل كده عارفين أن الإيكو سيستم هو المكان اللي بيعيش فيه الليفينج أورجانيزم وخلاص، لكن تعالوا أقول لكم أنه هو المكان أو الكوميونيتي، المجتمع اللي فيه أكتر من عنصر that contain living organism، يعني كائنات حية زي البلانت والأنيمال and non-living things. طب ايه non-living things؟ يعني زي السويل مثلا، السويل non-living things that interact with each other، بتتفاعل مع بعضها. بس عشان تعمل التفاعل ده بيعتمدوا على حاجة اسمها flow of energy through the ecosystem components. خلاص كده؟ طيب how does energy flow through an ecosystem؟ ازاي الانرجي بتعمل flowing through an ecosystem؟ الانرجي flow او moves through an ecosystem from plants to animals، من plants للanimals، يعني بتتنقل من plant للanimal. ليه بقول انها بتتنقل من plant للanimal؟ لان الانيمال بياكل plant، فهو الانرجي بتكون في plant وبعدين ياكلها مين؟ الانيمال. طب طالما اكلها يبقى الانرجي راحت فين دلوقتي؟ عند الانيمال. وbetween animal and each other يعني ايه؟ يعني لما الانيمال بياكل انيمال تاني، جه مثلا اللاين اكل الزبرا، يبقى الانرجي كانت موجوده في الزبرا واللاين اكله، يبقى كده ايه؟ يبقى الانرجي راحت من الزبرا راحت لمين؟ لللاين. خلاص كده. then when living organism die، لا مش بس بقى كده، ده كمان لما الانيمال بيداي بيموت، الانرجي بتاعته بتبقى returned into the soil. ده كده ملخص الجملتين دول، ملخص للي احنا هنقعد بقى نحكي فيه الفترة الجاية في concept 2. يبقى تاني الانرجي flow moves، flow معناها moves، بتتنقل بتتدفق بتتنقل من مكان لمكان through an ecosystem from plants to animals. ليه؟ لأن الانيمالز تاكل البلانت. وبعدين ما بين الانيمالز in each other. وبعدين لما الانيمال بيموت كمان الانرجي بتاعته بتروح السويل، لان هو هيبقى buried فين؟ هيتدفن فين؟ او هيبقى موجود فين؟ في السويل. خلاص كده. طيب تعالوا بقى نكمل. هناخد بقى الهوك in an ecosystem. يعني احنا عايزين نشوف الهوك ده هو نوع من الانيمالز اللي بيطير. عايزين نعرف كده هو بياخد الفود بتاعه ازاي، بياكل ايه. الهوك ده اللي هو الصقر. طيب يا ترى الصقر ده بقى بياكل ايه؟ الهوك بياخد الفود بتاعه من types of animals زي السنيك والمايس، الفيران، fish، bird، squirrels، السكويرلز اللي هو السنجاب، rabbits and other small ground animals. يعني الانيمالز اللي بتعيش على الارض واللي بتكون small، حجمها صغير. خلاص كده. يبقى بياكل الانواع دي من الانيمالز. خلاص. طيب هل بياكل plant؟ لا مش بياكل plant. طيب جميل. يبقى هو بيدبند on what؟ بيدبند on أو eat animals who eat plants. بيعتمد على الانيمالز اللي بتاكل البلانت. طيب طالما هو بيعتمد على الانيمالز اللي بتاكل البلانت، يبقى هو بيعتمد كمان على البلانت فور انرجي ولا لا؟ هنقول اه. طيب ليه؟ تخيل لو هو بياكل الانيمالز اللي بتاكل البلانت واصبح مفيش بلانت في الايكو سيستم اللي هو فيه، فالانيمالز اللي هو بياكلها اللي هي السنيك والمايس والفيش والبيرد والسكويرلز والرابتس، كل دول ماتوا، ما بقوش موجودين او راحوا لايكو سيستم تاني يدوروا على بلانت. هو هيبقى عنده الاكل اللي هو بيحب ياكله اللي هو السمول انيمالز دي؟ لا. فعشان كده انا بقول ان هو برضو بيعتمد على مين؟ على البلانت. خلاص كده. There are few predators that can attack
hawks such as eagles or other hawks. ممكن حيوانات تانية predators تانية. هو على فكرة predator, هو طالما بيأكل animals يبقى predator لأن هو كده مفترس. ففي هو كمان ممكن animals تانية تيجي تعمله attack, زي hawk زيه, صقر زيه يجي يعمله attack يعني يهجم عليه, وممكن eagles نسور. خلاص كده. طيب ايه اللي بيحصل لما الهوك بيموت؟ اللي بيحصل ان هو بيحصل له حاجة اسمها decomposes, ودي هنتكلم عنها اكتر باستفاضة قدام. وبعد كده بيبقى returned into the soil, يعني بيتحلل, بيتحول زي حاجة شبه التراب كده وبيرجع تاني للسويل. يبقى انا اتفقت معي ان الهوك different types of animals زي السنيك, mice, fish, birds, squirrels, rabbits and other small ground animals, وإن هو مش بيأكل البلانت لكن بيعتمد عليه, لأن الانيمالز اللي هو بيأكلها بتأكل مين؟ البلانت. طيب الإيكوسيستم provides what to the living organism living in it. It provides food, water, shelter to all living organisms. في أنواع مختلفة من الإيكو سيستم وبتكون موجودة على الأرض, زي إيه؟ زي الأوشن, رين فورست, ديزرت, أور تاندرا. دول كده أنواع من الإيكو سيستم. طيب أنا عايز أسألكوا سؤال, هو الأنيمال لما بيجي يأكل بيقعد يدوق كده زينا؟ يعني مثلا إحنا بنقعد نتأمر على مامي ونقول لها لا أصلا أنا مش عايز أكل ده, أصلا أنا عايز أكل ده, أصلا أنا مش عارف إيه. هل الانيمالز بيعملوا كده؟ Actually لا. الانيمالز بياكلوا according to what these animals' bodies need to survive. هو انا محتاج ايه to survive, يعني to stay alive. محتاج اكل الماوس مثلا, عندنا كاركل, الكاركل ممكن يكون محتاج ياكل ماوس, او خلاص يبقى هاكل ماوس. محتاج اكل grass, انا rabbit ومحتاج اكل grass, هاكل grass. A bird ومحتاج أكل butterflies و worms, هاكل butterflies و worms. يبقى according to what is available in an ecosystem I will start eating. طيب ليه animals eat plants or other animals؟ ليه أصلا animals بتاكل plant أو بتاكل other animals؟ لأن احتياجهم للطاقة بيجي من plants والانيمالز. يعني علشان ياخدوا طاقة هياكلوا يا إما plant فيديله طاقة, يا إما هياكل animal فبرضو يديله طاقة, لأنهم مش بيعرفوا يعملوا إيه, لأن الانيمال مش بيعرف يعمل its own food غير plant. خلاص كده. فاكرين كنت قلتلكوا الكلام ده في concept 1, قلتلكم يعني إيه plant can make their own food, يعني مش بيحتاج another living organism. لكن الانيمال او احنا هنحتاج ناكل living organism عشان ناخد منه طاقة. خلاص كده. لكن احنا مش زي مين؟ مش زي البلانت. البلانت بيستخدم sunlight to make its own food, لكن انا لا, مش هعرف استخدم sunlight to make my own food. هاكل بسلة ورز, بسلة ورز دول plants. هاكل chicken, الchicken دي animal. هاكل fish animal. هاكل meat animal. هاكل carrot plant. هاكل apple plant. هاكل, شوف بقى كل الأكل اللي انت بتحبه اقعد فكر فيه كده, هتلاقي ان هو في الآخر يا plant يا animal. فعشان كده انا بقول انك لازم هتاخد الانرجي بتاعتك من ايه؟ من another living organism. عكس مين؟ عكس البلانت. في بقى علاقة, relationship between sunlight and energy. في علاقة كده ما بين الشمس, ضوء الشمس والطاقة بتاعته والانرجي اللي احنا بناخدها من الفود. الانرجي اللي بناخدها من الفود ليه بقى؟ لان الانرجي اللي احنا بناخدها من الفود هي originally, هي اصلا جاية منين؟ جاية من الصن. طب ميس لا اثبتي لي بقى الكلام ده. هو مش البلانت بياخد الانرجي بتاعت الصن ويحولها الكيميكال انرجي جلوكوز عشان يعمل جروث؟ مش ده خدناه في الكونسبت الاولاني,
حلو قوي. بعد كده يجي animal ياكل ال grass أو ياكل ال plant. بعد كده يجي animal تاني ياكل ال plant أو يجي animal ياكل ال animal اللي بياكل ال plant. يبقى دي كده معناها إيه؟ معناها إن الصن إدت الانرجي بتاعتها للبلانت عشان يعمل growing. بعدين جي animal ياكل البلانت ده. بعدين جي animal تاني ياكل البلانت أو ياكل الانيمال اللي بياكل البلانت. يبقى دي معناها إيه؟ معناها إن في flow of energy بس starting originally منين؟ بدأ أصلاً منين؟ من الصن. عشان كده بنقول إن الصن it is the primary source of energy. يعني الصن هي الأساس بتاع الأنرجي، أساس المصدر الأساسي للأنرجي على وجه الأرض لكل living organism عشان يقدروا يعملوا growing وعشان يعيشوا وعشان يعملوا كل life process، كل العمليات بتاعة الحياة كل يوم. أسألكوا سؤال، هو احنا محتاجين الانرجي في ايه؟ بصوا بقى، احنا محتاجين الانرجي عشان نعمل كل حاجة في حياتنا. من غير الانرجي ما نقدرش نعمل حاجة. عارفين عشان نفكر محتاجين انرجي، يبقى for thinking عشان نفكر بس، for breathing عشان نتنفس، for moving عشان نتحرك. ممكن يبقى محتاجين انرجي اكتر علشان نعمل hard work و physical exercises، نكون محتاجين more energy. لكن حتى واحنا نايمين برضو محتاجين ايه؟ energy. يبقى even when we sleep we also need energy. ازاي بقى living organism بتاخد الانرجي او بتget its energy؟ عندي بقى نوعين من living organism، يا اما plant يا اما animal. ايه الفرق ما بينهم؟ plant احنا لسه كنا يعني الكلام ده قايلينه إن هو بي can make its own food by the photosynthesis process by absorbing بيمتص sunlight through their leaves and use the sun's energy to convert water and carbon dioxide into glucose. يعني هو بيستخدم ال sunlight energy علشان يحول المية ومعها الكربون دايكسايد لجلوكوز. سحر كده، حاجة كده عاملة زي الماجيك. خلاص. طيب الانيمالز بقى لا، they cannot make their own food، ما يعرفش يعمل الـ own food بتاعه، فبيحتاج energy من الـ environment in which they live. يعني بيحتاج طاقة من الـ environment اللي هو موجود فيها. فيا إما بيأكل plants only أو يا إما بيأكل other animals that eat plants، يعني بيأكل حيوانات بتاكل الـ animals أو بيأكل both animals و plants. طيب في حاجة مش عايزاكم تنسوها أبدا وهي radiant energy. radiant energy of the sun يعني light energy of the sun بتتحول لإيه؟ إحنا خدناها في الكونسبت الأولاني، بتتحول لـ chemical energy in plants. فاكرين لما قلنا إن light energy of the sun changes to chemical energy in glucose، هو ده بالظبط اللي إحنا بنقوله دلوقتي بقى، بس زودنا عليه كلمة radiant energy اللي هي كنا واخدينها في جينيور 4 اللي هي برضو light energy of the sun. طيب ده بيحصل امتى؟ during the photosynthesis process، وبعد كده الانرجي دي بتبقى passed to animals and humans، بتنتقل للانيمالز وللهيومنز، واللي هو بيكون the main source of energy of all living organism which comes from the sun، واللي بتكون جاية من الصن. يبقى originally المين source of energy for all living organism هيكون الصن. يبقى زي ما قلنا من شوية هي primary source of energy، it's the sun. That's right. وكده خلصنا أول lesson